ماروك إبدو كتعرض لواحد الهجوم عنيف وواسع من طرف عدة جهات من دولة الجزائر منذ نشر واحد الملف كان خصته المجلة في العدد بين 2 و 8 مارس الملف في الصحراء الشرقية المغربية والملف كان تعرض لهذه القضية هذه بصفة هذه المناطق اللي كانت منطقية تابعة للمغرب تاريخيا ولكن تم إلحاقها بالجزائر وهذا الاهتمام الإعلامي ديال مجلس ماروك يبدو بهذا الموضوع خلاها توقع في واحد المواجهة مع 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 الجزائر سواء الجهات الرسمية الجزائرية لأننا شفنا كان واحد الرد رسمي من طرف وكالة الأنباء الجزائرية اللي نشرات واحد المقال اللي كتهاجم فيه مجلس ماروك يبدو بسبب تطرق الموضوع الصحراء الشرقية المغربية وكان حتى واحد الهجوم من طرف رئيس البرلمان الجزائري حتى هو وجه واحد تهديدات حرفيا تهديدات تجاه مجلس ماروك يبدو ومن بعد بالطبع كانوا هجمات الكترونيه على الموقع ديال ماروك يبدو منذ تقريبا واحد الاسبوع منذ صدور العدد في تاريخ 9 مارس منذ ذلك اليوم والموقع يتعرض لهجمات متواصلة ومن غير الهجمات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي هجومات السب والقذف واحد الهجمة واسعة من بعض المحسوبين أو الحسابات التابعة للجزائر واليوم اليوم الأربعاء 15 مارس تعرضنا لأكبر هجمة إلكترونية اللي تم بعدها تعطيل الموقع الإلكتروني ديال التابع لمجلس ماروك يبدو على الإنترنت وقام القراصنة اللي قاموا بهذا الهجوم نشروا واحد رسالة معادية للمغرب على الواجهة ديال الموقع واللي كاتبين فيها واحد الخارطة ديال الشمال الإفريقي اللي كنشوفوا فيها أن المغرب مقسم واحد جزء احتلته الجزائر وجزء آخر محتله تابع للجمهورية الوهمية ديال بوليزاريو واحد لو ميساج واحد الرسالة اللي موجهة للمغرب ليس فقط ماروك يبدو بصفتها وسيلة إعلامية ولكن المغرب والمغرب بشكل عام اللي مفادها أن رحنا لكم بالمفعال وأي محاولة للحديث على الحقوق التاريخية للمغرب غادي يكون رد عليها بهذا الشكل وهذا يدل على شيء فانه يدل على ان هذه الرساله وصلت وان مجلس ماروك يبدو خلخلات الوضع ورجعات المساله ديال الصحراء الشرقيه للواجهه ديال النقاش ليس فقط الاعلامي ولكن حتى السياسي يعني كما كنشوفوا ما كانش رد فعل فقط من الجهات الرسميه الجزائريه ولكن حتى وسائل الاعلام وشفنا حتى وسائل الاعلام دوليه مثل بي بي سي مثل فرانس 24 او اي 24 الاسرائيليه اللي تطرقوا لهذا الموضوع كانت واحد التغطية واسعة لهذه المسألة لهذه القضية كنظن أن الجهات الجزائرية تحس بنوع من الخوف من فتح هذا الملف ديال الصحراء الشرقية لأنه استمرنا لعشرات السنوات لهذا الملف متجاهل نوعا ما من طرف خصوصا الإعلام في المغرب لكن ماروك يبدو بغلاف واحد قدرت أنها ترجع الحياة لهذا النقاش والدليل على ان ردات الفعل الجزائريه كتوضح واحد النوع من النرفزه واحد الخوف ونقدروا نستنتجوا منها واحد الخلاصات السياسيه اللي كتخلي اننا نظنوا ان الجانب الجزائري عنده تخوفات من هذه الناحيه ويحاول نهج سياسات الهجوم خير وسيله الدفاع لمواجهة المطالب ربما مطالب مستقبلية للمغرب اللي تقدر تاخذ واحد الشكل رسمي حاليا ماروك يبدو اثار نقاش اعلامي ولكن تقدر المسألة تاخذ في المستقبل واحد الطابع رسمي اللي تقدر تشعل اكثر هذه المواجهة ولكن التاريخ سيتذكر ان ماروك يبدو هي من اول من حرك واشعل هذا النقاش هذا ودفع به هو الدفاع على المواقف ديال ماروك يبدو في هذه المساله هذه وبعد ردة الفعل ديال الاطراف الجزائريه راسلنا الهيئات المهنيه ديالنا في قطاع الصحافه والاعلام راسلنا النقابه الوطنيه للصحافه راسلنا الفدرالية الناشرين راسلنا الجمعيه الوطنيه للناشرين
راه النتيجه بعض الجهات الرسميه اللي كتكون مكلفه بالطبع بالحمايه وبهذه المساله بالجانب الامني والجانب التقني ديال حمايه الموقع، لان المساله ماشي فقط مساله واحد الموقع عادي اللي وقع في مشكل تقني ولا تمت القرصنه ديالو، لكن ده موقع اعلامي مغربي تطرق لواحد المساله اللي نقدر نقولوا ذات بعد وطني، واللي تعرض لهجمات من نقدر نقولوا واحد خصوصا في هذا السياق ديال الازمه بين الدولتين منذ تقريبا واحد السنوات لسنتين اللي اخترقت واحد المنحه متصاعد، نقدروا نقراو هذه الهجمات حتى في هذا السياق، يعني مساله كتجاوز فقط القرصنه ديال الموقع كيف ما كان، ولكن راه فيها واحد الجانب سياسي كبير وجانب حتى نقدر نقول لك سيادي. وبغيت نشير واحد المساله مهمه، هو انه للاسف هاد القراصين هادو اللي هاجموا اليوم الموقع، خصوصا الهجمه ديال اليوم ديال الاربعاء 15 مارس 2023، تسببوا في اضرار كبيره للارشيفات ديال مجله ماروكا دو. حنا واحد المجله اللي موجوده في الساحه الاعلاميه منذ 1991، يعني راه تقريبا 32 سنه، وجزء كبير من الارشيف تعرض للاضرار وتعرض تقريبا للمحو الحذف، ولكن حنا غادي نحاولوا بطرقنا بالتعاون مع القسم التقني ومع بعض الخبراء وداك الشيء باش نحاولوا نسترجعوا هاد المسائل هادو باش نتمكنوا من العوده للسير الطبيعي ديال الموقع.